بالنسبه للتحليه ديال اليوم فهي تحليه زوينه بزاف. عندنا هنا واحد 200 غرام ديال لا بيوري دو مونغ. بالنسبه لهاد لا بيوري دو مونغ كاين اللي تياخذها هكا واجده اولا كديريها بحال هاد الشكل هكا، كتاخدي اون واحد لا مونغ تكون كبيره كتقشريها وتقطعيها طريفات وكطحنيها مع شويه ديال السيرو. السيرو كيكون عندنا فيه الماء سخون والسكر. بحال دابا كنديروا اون مونغ وحده كنديروا معها كاس ديال العنبه مع جوج معالق ديال السكر، كنسخنوا الماء وكنطحنوه كنطحنوا ديك لا مونغ في الماء سخون. علاش كنطحنوا لا مونغ في الماء سخون وماشي في الماء بارد؟ باش كتعطينا هاد لا تيكستور هكا رطبه، شتي كي كتشوفي سي اون تيكستور موسلين بحال هكا. الا طحناها في الماء بارد ما غاديش تعطينا هاد لا تيكستور هادي، دونك كتجي بحال هكا. شنو كنحتاجو مع هاد المونغ؟ كنحتاجو معها كاس ديال الحليب، حليب عادي، وكنحتاجو معها كاس ديال الحليب المبخر، الحليب المبخر. فانا ما كنتش عارفه سميتو الحليب مبخر مؤخرا عرفتها، فهو هذا البنات كنعرفوه كاملين، هذا كنا كبرنا مع هاد الحليب هذا وكنعرفوه. فوالا دونك كنخلطوا هذا الحليب المبخر كاس، يعني هذيك لابسيت بواط مع قياسها ديال الحليب بارد عادي، وكنحليو بنسلي. بغيتي تحلي بالسكر حلي بالسكر، انا تنحلي تتعجبني هاد لا تيكستور ديال نسلي. كديري واحد 4 معالق كبار او اكثر حسب يعني حسب نتيا شنو بغيتي فيه. دونك هذا هو المزيج ديالنا ديال التحليه. غادي نخلطوه ونخليوه على جنب ونوجدو المقادير الاخرى. فهنا البنات كيف كتشوفوا من بعد ما خلطنا المونغ ديالنا، عندنا المونغ مقطع هكا والفريز انا صوبته هكا في الكيسان. الفريز كتقطعوه هكا رقيق وكتجيو هنا الكاس وكتحطوه بحال هكا، يعني تديروا واحد الشكل. تقدروا ديروها باش ما بغيتوا هاد يعني هاد التحليه هادي باي فخوي عندكم، وتزوقوها باي فخوي متوفر في البيت. فبحال هكا كتبقاو البنات كتلصقوا الجهه الثانيه وكتعاودوا تلصقوا الجهه الرابعه، كديروهم قابلين بحال هكا، كيعطيك هاد المنظر بحال هكا صافي، وكتحطوهم على جنب حتى تكملوا التحليه ديالكم. بالنسبه ليا هنا البنات عندي واحد 4 ديال لي فوي دو جيلاتين، انا فزكتهم في الماء بارد غادي نعصرهم بحال هكا وغنديرهم يذوبوا. بغيتو ديروهم بحالي في كاسخول بحال هكا يذوبوا غير هما، حضوا معاهم فوق البوطه، سينو زيدوا معاهم واحد جوج نقيطات ديال الماء ودخلوهم ميكرووند. انا كنذوبهم غير هكا اسك فوق البوطه وغادي نضيفهم على لا بيوري دو مونغ اللي وجدنا. دونك البنات انا ذوبت الجيلاتين ديالي وكنضيفو مباشره على لا بيوري دو مونغ وانا كنخلط، يعني كنضيف بشويه بشويه وانا كنخلط، ما تضيفوش دفعه واحده البنات باش ما يتكبد ليكمش هكا دقه دقه وانا كنحرك. انا زدت مع شويه ديال الماء وذوبته. فبالنسبه لهاد التحليه البنات راه سي تان ديسير غورمون او ميم طون سي تان ديسير اللي ما متداولش بزاف، يعني ما تنشوفوش بزاف هاد الديسير هذا. صافي ها هي وجدت عندنا وندوزو دابا للتقديم. بالنسبه للتقديم ديال التحليه البنات حنا كناخذ واحد شويه ديال المونغ كنديروه هنايا في القاع ديال كل كاس بحال هكا، واحد المعلقه كبيره كنكملوا الكويسات ديالنا بحال هكا. كناخذوا لا بيوري دو مونغ لي صوبنا بلو لي كونسونطري نون سوكري وكنكبوها هنا.
التحليه البنات زوينه بزاف وتتنفع حتى في العرادات وفي ان شاء الله الرحمن الرحيم كتنفع بزاف ديال الحويجات، يعني راقيه بزاف التحليه ونبنى ما نقول لكمش عليها، بنى زوينه وكتعطيك واحد لوغو اكزوتيك. فانا غادي نكمل نعمر الكيسان ديالي ونرجع معكم. كيف كتشوفوا البنات حنا عمرنا الكيسات ديالنا ديال التحليه، كيكونوا بهذا الشكل هذا، تيجي تيبقى لي فريز كيبقاو قابطين. فكنديروها دابا في الثلاجه واحد الساعه المكنه ولا نص ساعه تبرد مزيان، عاد غادي ندوزوها للتقديم ان شاء الله. فبالنسبه للتحليه ديالنا البنات كيف وريتكم قبيله فهي كتبرد معنا بحال هكا، هي ما كتجمدش يعني ما كتجيش جامده، فقط كتجي بحال هكا كتبقى كريموز ولكن قابطه راسها. بالنسبه للافينيسيون ديالها نقدو نخليوها بحال هكا، يعني ما كاين حتى لا حرج، بغينا نديرو ليها شي فينيسيون واحده اخرى فكنزوقوها باللي عندنا في الدار، مثلا شويه ديال الكيوي بحال هكا، يعني المتوفر. ونبقاو في الغابيل ديالها. صافي نزيدو واحد هكا فريز او فرامبواز او بحال هكا، يعني في اللي متوفر ما تكلفوش على راسكم، اللي واجد هو اللي باش غادي نخدمو. انا بالنسبه لي كيعجبني نقدمها بحال هكا بالفواكه، كتجي مزيانه هكا في السحور ولا في صديقكم، كل واحد فاش تيبغي ياخدها. ندير شويه المونغ بحال هكا ونكملو، كتجي زوينه البنات هادي وساهله ما فيها حتى شي حاجه، يعني ماشي ما توقفيش عليها، سهله دغيا. غير بالنسبه لا بيوري ديال المونغ اولا لا بيوري ديال اي فاكهه عند بغيتي ديري بها هاد التحليه هادي او الكلاص او اي حاجه، فدائما خليكم البنات في لو سيغو شو، يعني ملي تنديروا ان سيغو شو على التحليه ديالنا او على الفخوي باش نديرو التحليه ديالنا، فهو تيخلي لينا داك لي فخوي تيجيو رطبين وتيعطيونا تيوليو كريم، يعني كريميين، ما تيبقاوش فقط مطحونين وصافي، تيوليو كريميين. فهذا هو السر ديال دوك لي بات دو فخوي اللي كنشريو مصاوبين اولا لي بيوري دو فخوي اللي كنشريو مصاوبين، السر ديالهم هو هذا، هو انهم كيطحنوا افيك ان سيغو اللي هو سخون. دائما ديروا جوج كيسان مثلا العنبه او كاس العنبه مع واحد جوج معالق ديال السكر على حسب نوع الفاكهه، مثلا عندنا المونغ حلو ما غاديش نقاو السكر، عندنا الفرامبواز ولا عندنا شي حاجه اللي محمضه فغادي نقاو السكر. وكنطحنوهم والسيرو سخون، كنكبو عليهم السيرو سخون وكنطحنوهم، منها تنديروا ليهم واحد التعقيب وكتبقى عندنا لاباط دو فخوي واجده. فانا غادي نكمل التزيين وغادي بالنسبه للتزيين البنات كيف قلت لكم خليكم غير في لي فخوي، ما تزيدوش هنايا لي بسكوي ولا شي حاجه، هادي كتبغي تبقى هكا منعشه. فكنقدموها بحال هكا البنات، شفتوا كيفاش كتجي، هي 100% طبيعيه ما فيها لا حتى شي حاجه اللي وراقيه بزاف وزوينه، ان شاء الله غادي تعجبكم. وبالنسبه للتقديم فكتقدم يعني بكؤوس ديالها بارده، كنحطوا حداها شويه لا كريم شونتيي ولا بلاش، ونرجع معكم. بالنسبه لطارت فين او بوم البنات غادي نحتاجوا العجين المورق اكسبريس، هذا اللي كنا صايبنا اونصومبل ديك النهار، غادي نطلقوه رقيق. عندي هنا واحد 200 غرام ديال العجين المورق، نحاولوا نطلقوه رقيق بزاف.
فكيف كتشوفوا البنات هذا داك اللي صايبت معكم ديك النهار بقى عندي في الفريكو يعني ما تيتوقع له حتى شي حاجه. فانا غادي نطلقو مزيان رقيق وغادي نلبسو لواحد لومول هنا عندي هاد لومول هذا نديرو هاد لومول طويل ونرجع معكم شوفوا الطريقه. احنا كنطلقو كيف كتبنا البنات العزيز خصو يكون شويه رقيق ماشي شويه يكون رقيق بزاف حيت هادي سي اون طارت فين او بون. قد ما رققنا العجين المورق في هاد الوصفه قدنا مزيان صافي كنديروه في لومو ديالنا قطعو عبارو. بالنسبه لهاد لا طارت البنات فما كيكونوش عند يعني لي بور ديالها طالعين تيكونوا لي بور نازلين بحال اللي كتشوفوا هكا. وكنجيو هنا كنقطعو الشايط ديال لا بات وخصها تجينا كيف قلت لكم رقيقه. هكا كنمشيو مع لا بات ديالنا كامله حتى كترقاق كتجي يعني تري تري فين صافي. كنثقبوها بلا فورشيت ونكملوا ليها التفاح ديالها. دونك البنات مور ما تكينا لا بات فيتي ديالنا بلا فورشيت غادي ندوزو للمرحله ديال كيفاش غادي نايطاليو عليها. فاولا عندنا هنا سكر كاسونات الا ما عندكش لو سكر كاسونات ديري غير السكر سنيده بحال بحال صافي. هنا وكنقطعوا لي طونش ديالنا ديال التفاح خصهم يكونوا بحال هكا رقاق بزاف صافي. وكنجيو وكنبداو نلصقوهم. بالنسبه لي طارت ديال التفاح البنات فكاين بزاف ديال لي غوسيط وديال لي فيرسيون ديال التفاح يعني وحده تنسيك في وحده وكلهم زوينين يعني كاع لي ديسير ولا لي طارت او بون تيكونوا زوينين. كاينه اللي بالكريمه كاينه اللي بحال اللي درنا ديك النهار بالكراميل وكاينه هذه اللي ساهله وماهله ولكن زوينه. دونك انا غادي نكمل هكا ندوز معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم المرحله الثالثه ديال هاد لاطارت. هذه ساهله يعني كتطلقي لاباط لاباط فيتي كتلوحي عليها لا كاسونات ديالك اولا سكر سنيده كتايطالي لي بون وعاد غادي نكبوا عليها واحد الخلطه وبقاو معايا باش تعرفوا باش غادي نديروا لها ان شاء الله لا فينيسيون. غادي نكمل هذا الشيء. المهم التفاح البنات يكون رقيق اللي عندكم اللي عندكم لا موندولين خدموها سينو غادي تقطعوا بالسكين يكون يعني تقطعوا دي طونش هكا فين رقاق بزاف. انا غادي نكمل. دونك استفنا البنات التفاح هنا عندنا واحد جوج معالق كبار اولا ثلاثه ديال لاكاسونات وعندنا واحد الكاس ديال لاكريم فريش غادي نخلطهم بحال هكا وغادي نجيو هنا وغادي نكبو هكا فوق التفاح. اللي ما بغاش يدير لا كريم فريش يقدر يدير واحد شويه ديال الحليب مع لا كاسونات صافي. غادي نديرها بحال هكا وغادي نقدروا نزيدوا عليها واحد طريفات ديال الزبده باش كيعطيونا ديك الحموريه وندخلوها الطب على 200 درجة. كيف كتشوفوا زدت على واحد شويه ديال الطريفات ديال الزبده هكا من الفوق صافي. وغادي نخلي الفران يسخن مزيان وندخلها تحمر. البنات هاد لاطارت تقدروا ديروها حتى انديفيديوال هكا صغيره مي هكا دغيا دغيا صافي فيت ونتلاقاو عند التقديم. بالنسبه لاطارت فين البنات فهي كتجي بحال هكا باقا سخونه سخونه بزاف كيفاش تشوفوا كيفاش كتجي. وعاد غادي نقطعها معكم باش تشوفوا كيفاش كيفاش كتجي من الداخل ديالها. فكيف كتشوفوا البنات هي التحليات ديالنا وجدوا لاطارت فين او بوم هذه كتجي غزاله كتعجبني بزاف هاد لاطارت.
وكذلك التحلية ديالنا ديال لا بيغو دو مونغ او لا كريمة المونغ، فهي كتجي زوينة بزاف وكيكون عندها واحد القوام كريمي، يعني ماشي كتجي جيلاتينوز ولا، كيجي عندها قوام كريمي بحال الشكل ديال الفلون. وان شاء الله تعجبكم هاد التحليات عواشر مباركة مسعودة.